عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى على الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد في درس جديد. انا بزاف اللي عجبتهم الفكره ديال انني نجيب واحد المنتوج اللي نكون انا ديجا مصوباته ونوريه لكم، وما نحتاجش ندير كاع الدرس نوري لكم كيفاش نفصلو كيفاش نخيطو كيفاش، غير نوري لكم غير بالشرح هكذا نوري لكم كيفاش درتلو مثلا، ياك منها غير كتاخذوا فكره. وغير داك الشرح بسيط سورتو الا كان المنتوج ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ما فيش شي خدمه صعيبه، ياك غير هكذا تاخذوا عليه فكره وتشوفوا غير بالشرح اللي نعطيه لكم، وداك الشيء يمكن لكم تستوعبوه ويمكن لكم ديروه. منها الفيديو ما تيكونش طويل حيت ما غاديش ناخذ فيه شرح بزاف وخياطه وهذا، ما غاديش يكون هذا، والفكره توصل لكم غير بالشرح. وبزاف اللي قالوا لي بدات ديري لينا بحال هاد لي فيديو هادو، ياك الوغ داكشي باش اليوم جبت واحد المنتوج اللي انا ديجا راني خدمته لواحد السيده وجبته باش غادي نشاركو معكم ونوريه لكم ونعطي لكم العبارات ديالو ونوري لكم كذلك كيفاش درت خدمته، ياك الوغ هاد المنتوج هذا عندي هو سورتي دبان ديال البيبي. الوغ هو مجموعه ديال الفوطه ديال البيبي اللي هي دايره بحال هاد الشكل هذا، انت كما كتشوفي، ياك الوغ هنايا اشنو اللي عندي كاين. هنايا نبداو عندي بالفوطه الكبيره اللي هي البنوار، ياك اللي هو لا كابوش اللي هي هادي، دونك هادي هو البنوار عندك انت كما كتشوفي كيفاش داير، عنده الراس هو داير بحال هكذا مربع ومربع، وعنده هاد لا كابوش هادي، هاد القلمونه كنقولوا القلمون ولا نقولوا لا كابوش، هادي اللي عندي هنايا، ياك الوغ هذا شحال عندي فيه في العبار، ياك الوغ هذا كناخذ فيه 70 سنتيمتر على 70 سنتيمتر، ياك وهذا الطرف هذا اللي عندي هنايا كناخذ فيه 30 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، داكوغ يعني من بعد غادي نوري لكم، راني دايره لكم طابلو هنايا وغادي نعطي لكم العبارات كلها صافي. دونك هنايا عندي فيه 30 سنتيمتر على 30، دونك كنخبط الفوطه، الفوطه نورمالمون كناخذ انا الفوطه اللي كتكون فيها الا كان فيها متر ونص في المنكب كناخذ انا متر، متر ديال الفوطه راه كيكفيني، كنحيد هاد 70 سنتيمتر على 70 سنتيمتر، ياك هي الاولى، ومن بعد الطرف اللي بقى ليا كنحيد منه هاد الكابوش هذا كنحيدو منه، هذا منين كنحيدو؟ كنحيدو من القنت، كنقبض انايا مثلا الفوطه عندي هي هادي، ها هي الفوطه اللي عندي هنايا مثلا عندي الفوطه، كنجي انايا في لوكوا هنا هاد القنت هذا هكذا، ما نجيش نفصلها في الوسط ولا شي حاجه، هذاك هاد القلمونه هادي اللي عندي هنايا نفصلها في القنت، من القنت نجي هنا ونعبر من هنا لهنا 30 سنتيمتر ومن هنا لهنا 30 سنتيمتر، ومن بعد كنطويه بحال هكذا بحال هكذا، ياك هي 30 على 30، ومن بعد كنقطع بحال هكذا كنقطع، دونك هذا ما نحتاج له لا باترون لا والو، ندير غير بهذه القضيه هذه ونقطع صافي، ونكون حصلت على هذا القنيت هذا مع الصدر ديال الفوطه اللي فيها 70 على 70. الوغ شنو اللي كيبقى ليا؟ بقى ليا غير ندير الزواقه، ياك اما ندير الزواقه بحال هكذا مثلا انايا الا كان عندي هنايا عندي مثلا نقدر نطرز ندير غير طريزه، نطرز هنا ديريكتومون، نقدر نطرز ديريكتومون في الفوطه، ياك اولا ندير واحد الطرف ديال التوب بحال هكا ونطرز فيه، ومن بعد غادي نلصق هنايا ونلصق هاد القب ديالي نلصقو وندوز البيع عليه كله صافي، دونك راه ساهل. الوغ الا ما كانش عندي قضيه ديال الطرز، ما عنديش كيفاش ندير الطرز ولا ما عنديش، ولا نقدر ندير هنايا غير توب مزوق، ناخذ مثلا تويب مزوق على حساب توب كما كان مزوق، مثلا ناخذ هذا الطريف هو ديال التوب هنايا، عندي الطرف ديال التوب ناخذ التوب وناخذ معاه كذلك لا دونتيل، ياك نخدم التوب ونخدم لا دونتيل، هادو نقدر نخدمهم باش نصوب باش نزوق هاد لونسومبل ديالي، نقدر نزوق به، ياك اولا كناخذ هاد التوب بحال هكذا اوني بحال هكذا، وكنقبط واحد الطريزه، هاد الطرزات هادو كيتباعوا، ها هما طريزات عندي بحال دابا مثلا هنايا انت كما كتشوفي انت، هادو طريزات كيتباعوا بحال هكذا، ناخذهم بحال هكذا ولا بحال هكذا على حسب اللون اللي بغيت انايا،
انت كما كتشوفي اولا بحال هكذا ياك، كاين شكيلات بزاف بحال هكذا هنايا. دونك ناخذ انايا هاد الطريزات هادو مثلا ونلصقهم، نلصقهم انا غير بالخياطه شتي، ولا بحال دابا هكذا طريزات ولا هانتيا بحال هكذا، ونلصقهم انا غير بالخياطه. لو هاد الطريزات هادو راه تلقايهم كيتباعوا في المحلات، تقدري تلقاي كاع اون دونتيل وتقطعيها مثلا، ولا شي توب ديال الشبكه وتقطعي وتاخدي منه غير ديك الزواقه ياك، وتجي وتلصقيها في هاد الطرف ديال التوب. كتاخدي الطرف ديال التوب اوني مثلا بحال هذا هكا، كتاخدي الطرف اللي غادي يجيك هنايا وتلصقي فيه الزواقه، تلصقيها بالماكينه تخيطيها اولا تلصقيها باللصقه. كاين واحد لاكول اللي تلصقي بها الزواقه تلصقيها مع التوب، راه كاينه حتى هي. دونك تلصقي بحال هكذاك، ومن بعد كتولي تلصقي داك الطرف ديال التوب وتولي تخيطي، تلصقي في هاد القب وتخيطي، ديري البي ديالك دوزي البي عليه كله صافي. وهانتيا صافي ساليتي هاد القضيه هادي ياك. ونفس الطريقه اللي درنا هنايا الوغ كنديروها. دونك كما قلنا عندنا لا كابوش هي هادي حنا شفناها. من بعد اشنو عندي عاوتاني حاجه اخرى هنايا عندي الوغ عندنا كما قلنا لا كابوش ها هي القب ياك، عندي الفوطه. الوغ الفوطه ها هي كما كتشوفي هنايا الفوطه، هذه الفوطه ديال الراس او الفوطه ديال الوجه اللي كنمسحوا بها البيبي. الوغ هذه كناخذ فيها 50 سنتيمتر على 35 سنتيمتر ياك، وتا هي كندير لها نفس العمليه. ها انت كما كتشوفي هنايا هنايا ها هي نفس العمليه. الوغ كندير الثوب وكندير ديك الطريزه فوق منه كنلصقها، ومن بعد كنجيب ما بين الثوب هنايا هانتيا ما بين التوب وما بين الفوطه كنلصق هذيك لا دونتيل بيناتهم. هانتيا كيعطي هذا المنيطر بحال هكذا ياك. دونك هذه بالنسبه لهذه الفوطه. بالنسبه للفوطه الصغيره اللي عندي هنايا، هنا كندير فوطه صغيره، كندير هذه فيها 25 سنتيمتر على 25 سنتيمتر كتكون مربعه. الوغ هذه كندير لها قنيت بحال هكذا ياك. وهنايا عندي لوغون، لوغون دو تواليت الوغ كيكون بحال هكا. لوغون دو تواليت كناخذ واحد الطرف اللي فيه 30 سنتيمتر على 25 سنتيمتر ياك، كنلصق له هذا الطرف هذا مع لا دونتيل، ومن بعد كنطويه على جوج كنخيطو هكذا ونخيطو هكذا، والداخل كندير له واحد البيي غير باش يكون عندي فيني، باسكو الفوطه كي كتشوفي كتطلق دوك الخيوط ديالها. دونك الا كان عندي سورجي ندير لها سورجي، ما كانش عندي سورجي ندير ليها هاد البي هكذا باش كنفينيها لداخل صافي. كيكون عندي هذا لو غون دو تواليت هادي على القياس ديال اليد ديالي صافي. وكندير معاهم كذلك واحد الرياقه. هانتي الرياقه كيفاش دايره. الوغ بالنسبه للرياقه كاين هذا الموديل، كاين واحد الموديل اخر شكل اخر حتى هو. دونك بالنسبه للرياقه راني دايره بانني غادي ندير لكم ان شاء الله واحد لا فيديو. كانت شحال هذه طلبات عليا شي وحده واقيله ولا جوج ولا كانوا طلبوها ليا وعمرني ما درتها. مي دابا غادي نديرها، ندير الرياقه ندير هذه ونعطيكم نيت حتى الباترون ديالها ونوريكم نيت كيفاش نخدموهم شكيلات، ندير شكيلات ونوريهم لكم حتى هما واخا. فوالا دونك فوالا. الوغ بالنسبه لهذا لونسومبل هو هذا، هذا كيكون هكا هذه المجموعه بحال هكذا كيدار. الوغ هذا راه حتى هو راه مشروع مربح، راه يمكن لك ديريه وتصوبي ان لونسومبل بحال هكا وتبريزونتيه، كديريه في البابي سيلوفان وتبيني، اولا ديريه في هذيك داك لا بوشيت بحال لا بوشيت اللي كنا درنا داك المره ديال اللي كنديروا فيها باش تبريزونتي ولا باش تدي كهديه ولا شي حاجه. هذيك لا بوشيت اللي كتكون بالبرنتك ولا راهم كانوا سولوني شنو هو البرنتك وشنو هو شنو هو الفينا واش هو لورغونزا واش هو التول. الوغ البرنتك اولا الفينا بحال كاين اللي كيقولها البرنتك وكاين اللي كيقولها الفينا. هذه ماشي هي لورغونزا، لا هذه فيها تقيبات، ماشي هي لورغونزا ما فيهاش تقيبات، كتكون حتى هي ترونسبارونت ولكن ما فيهاش تقابي. هذه لا فيها تقابي، وماشي هي لوتول، لوتول هي حتى هو فيه تقابي ولكن الفرق اللي بيناتهم لوتول فيه تقيبات رقي وقيل، باغ كونطخ هاد الفينا اولا هاد البرنتك فيها تقيبات غلاض كبيبرين تقيبات ماشي رقاق. وعاوتاني الفرق بيناتهم انه في الثمن، لوغونزا رخيصه، لو تول كيكون غالي،
لو تيرك يديروا به التكاشط ويديروا به الكساوي وداكشي تيكون الثمن ديالو غالي. اما الاورغونزا لا، اما هذا البرنتك او هذا الفينا الثمن ديالها كيكون رخيص. انا كما قلت لكم راها ما كتعداش ديك العشرة دراهم في المتر، والمتر المنكب ديالو فيه متر و80. باغ كونط لو تور راه تيكون غالي، راه تيكون ما بين 30 درهم حتى 70 درهم المتر. هذا غير اللي تيكون عادي، كاين اللي كيكون تغلى من هادشي. دونك هادوك لو تول لا ما نخدموش هنا، ما غاديش يكون عندي مربح. واللي عندها لو تول وبغات تخدمو ديرو تخدمو، سورتو الا كانت عندك شي تكشيطه ولا شي لبسه اللي خدمتيها وبقى لك واحد الطرف من هذاك لو تول، ولا يمكن لك ديرها بلو تول، اولا ديري بشي طرف ديال 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 من التكشيط، يعني تبقى لك شي طرف نيت ولا شي حاجه يمكن لك ديري به باش تجي كتعطي واحد القيمه لهذيك التكشيطه، ولا يمكن لك ديري هذه القضيه هذه. واخا دونك فوالا، الوغ هنايا كما قلت لكم يمكن لينا نصوبوا هذيك لا بوشيط ونديروا فيها هذا لونسومبل هذا، ويمكن ليا هكذا بهذا لونسومبل هكذا نبيعو، نبريزونطيو ونحطو ونبيعو ونطلب فيه ثمن نيت مزيان، وراه فريمون راه مشروع مربح. بزاف اللي تيبغيو ياخذوهم بحال هكذا كيديهم كادو هديه، كيديهم واللي كتكون حامله نيت كتديه للبيبي ديالها كادو، كيديهم بزاف هادو بحالهم بحال لي زور بحال ديال البيبي. واخا دونك هذا ها هو هاد القضيه هذه. الوغ شنو اللي بقى لي؟ بقى لي نعطيكم غير العبارات، انا نقيتهم هنايا ها نتوما. الوغ هنايا الفوق عندي هذا هي لا باز ديال لا كابيش ديالي، الوغ فيها 70 على 70، وهذا هو القبي داك القب اللي كاين اللي عندي هنايا ها هو فيه 30 على 30. ياك هنايا اني درت الفوطه، هنايا اني درت الفوطه اللي فيها 50 على 35، هنايا عندي السريب ديك الفوطه الصغيره فيها 25 على 25، وهنايا لتحت عندي هذاك لوغون اللي فيه 30 على 25. صافي دونك ها هو لو شيما، وها هما العبارات باش يمكن لك دير ليها كابتور ايكرون وتاخدي ويبقاو عندك العبارات ديالو. صافي دونك فوالا. الوغ هذا هو الدرس اللي كان ديال اليوم. الوغ انا عطيتكم يظهر لي كل شيء، دابا يمكن لك تخدميهم بوحدك بحال هاد الحويجات بحال هادو، يمكن لي نعطيهم لكم غير هكذا غير نفهم لكم غير هكذا غير بالشرح، وراه يمكن لك تستوعبيهم ويمكن لك تخدميهم. صافي كومسا الفيديو ما يجيش طويل، ما غنخدموش اي ما نخيطو ما حتى شي حاجه، وراكم كتستافدوا معايا بحال هكذا. صافي وبزاف اللي عجبتهم هذه الفكره هذه، ومره مره من يكون عندي شي خدمه بحال هكا راني نديرها معاكم. صافي الوغ فوالا، الوغ نتمنى على الله انني نكون عطيتكم واحد الافاده. نعاود نكرر ولا بلاش؟ ما عندي لاش، الوغ ما بقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. السلام عليكم.